ركن كردي رسام لم تمنعه الإعاقة من ممارسة موهبته التي يمتلكها، بل حول هواية الرسم من مجرد هواية إلى مصدر للرزق. باع أكثر من 2000 لوحة وسعى من خلال مشاركته في عدد من المهرجانات ليصبح اسما بارزا في عالم الفن التشكيلي. للحديث أكثر عن الموضوع عن أعماله ينضم إلينا من جدة عبر سكايب الرسام ركان كردي. صباح الخير ركان، وأهلا بك في صباح العربية. يسعد صباحك ركان. يعني أنت اليوم خط التحدي واستطعت التغلب على كل الظروف وكل المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه أي فنان في المراحل الأولى. خلينا نبدأ معاك خطوة بخطوة ونعرف كيف كانت القصة والبداية. يعني شفتك راسم نفسك، في حد ممكن يقدر يرسم نفسه من الفنانين؟ في البداية أنا بدأت في مجال الرسم منذ الطفولة في حصة الفنية في الابتدائي، كنت من الأطفال المميزين في هذا المجال وهذه الحصة بالذات، فكنت أحب يعني الألوان، أحب الرسم، فكان الأساتذة في المدرسة يعني المشرفين كانوا يشوفوني يعني مميز في هذا المجال، وكانوا يشجعوني ويدعموني عشان أطور يعني من موهبتي. فكنت أرجع في البيت كل يوم أرسم شوية على السكات، يعني أخذ مشاهد من التلفزيون تعجبني وأرسمها على الورق. فشوية شوية كنت أرسم كل يوم ساعتين ساعتين. لما جاء الإنترنت في حياتي صرت أطلع يعني على دروس وعلى كتب من الإنترنت، وكنت يعني أتعلم تعليم ذاتي في البيت من خلال الإنترنت، بعدين ما صرت أشارك في معارض وأسوي يعني مؤتمرات وزي كذا، وصرت أربح الحمد لله دروع وأفوز في مسابقات، والحمد لله ربي وفقني في هذا المجال. طيب ركان، وين تلاقي نفسك؟ هل برسم البورتري، برسم يعني المدرسة التي تتجه إلى الطبيعة، أم يعني هو البورتري؟ أنا يمكن عندي سؤال أنه الدقة في رسم العيون الملامح كان هي عبارة عن نسخ آخر ولكن بالألوان. نعم أنا أحب مجال البورتري أكثر، ولكن عندي أعمال في مجال الطبيعة الصامتة، عندي في مجال الثاني اللي هو مجال الحيوانات. يعني أنا أحب ما بس أرسم بورتري نفس الصورة، لا أحب إني أبتكر في هذا الشكل وفي هذا الشخص. يعني زي لوحة سمو الأمير محمد بن سلمان، سويت له رسمتين، رسمة وهو على الفجر، رسمة وهو على الخيل، وزي كذا. يعني ما أحب إني أنسخ زي ما هي الرسمة، يعني زي الصورة تماما، لا، إني أحب أبتكر شكل جديد وتطلع أجمل. طيب يعني ركان، يعني انت بعت اكثر من 2000 لوحه تقريبا، ما شاء الله يعني عدد كبير منهم. اكثر لوحه بتحس ان هي قريبه من قلبك، اخذت منك مجهود اكثر، اشتغلت عليها بشكل اكبر؟ لما في كثير لوحات مفضله بالنسبه لي، منها هذه اللوحتين اللي ورايا دحين، لوحه تمام الامير محمد بن سلمان مع السجل، الثانية حجية الملك عبد العزيز الله يرحمه. يعني هذه اللوحات من
رسمتها لقيت إقبال كبير من المتابعين، الحمد لله وصلت يعني لجميع شرائح المجتمع. طيب. في تويتر جابت 13,000 ريتويت ما شاء الله. قواك الله، وان شاء الله نشوفك في معارضك الخاصه، ويعني ربما نلتقيك وجها لوجه. قواك الله يا راكان. راكان كردي الفنان والرسام، كنت معنا عبر سكايب من جده، يعطيك العافيه.